صباح الخير. يا صدر الأخبار معك من البحث المطلوب منا حول مواقع التواصل الاجتماعي. نعم، أخبرني اليوم ما رأيك من التشارك في كتابته معا؟ فكرة رائعة وستوفر علينا الكثير من الوقت، ولكن هل لديك أي معلومات حول الموضوع؟ نعم، ومن الممكن أن نبدأ بتعريف مواقع التواصل الاجتماعي، فهي عبارة عن مواقع أو برامج تعتمد في تشغيلها على الإنترنت، وذلك لتسهيل بعملية التواصل ما بين المستخدمين بعضهم البعض، حيث يتم خلال هذا التواصل الكثير من المعلومات عن طريق أجهزة الحاسوب أو الحواسيب المحمولة. في كثير من الأحيان أيضا يتم استخدامها للغرض الاجتماعية، مثل التفاعل الذي يتم ما بين الأصدقاء وبين أفراد عائلة. بين كثير من الأشخاص المتواجدين في مناطق بعيدة عن بعض البعض. وهناك من يستخدمها كذلك للغرض التجارية، حيث أن تلك المواقع تمثل الآن قاعدة هامة في مجال التسويق لبعض الشركات التي تهدف إلى جذب انتباه عدد أكبر من العملاء. مواقع التواصل الاجتماعي تتيح أيضا لكافة مستخدميها القدرة على الوصول إلى المحتويات الموجودة بها، والتي تضم عددا كبيرا ومتنوعا من المعلومات ومقاطع الفيديو والصور والوثائق. والآن هل يستطيع أحد منكم أن يوضح لي أهمية مواقع التواصل الاجتماعي؟ نعم، فمواقع التواصل الاجتماعي لها العديد من الجوانب الهامة، ومن أهمها توفر أكثر من طريقة للتواصل بشكل فوري وسهل. تكسب القدرة على التواصل من أي مكان في العالم مع جميع الأشخاص. نعم، أيضا يمكن استخدامها في التسلية والترفيه والتفاعل مع الغير. يمكن استخدامها بدافع الربح المادي من خلال الترويج للسعر والمنتجات المختلفة. تساعد في تحفيز المستخدم ليتمكن من تحقيق جميع أهدافه، ولكن عن طريق انضمامه إلى مجموعة تضم الكثير من الأعضاء المهتمين بتحقيق نفس الأهداف. ولكن بالرغم من الأهمية الكبيرة لمواقع التواصل الاجتماعي، إلا أن لها أيضا بعض الأضرار والتي قد تكون خطيرة في بعض الأحيان. هل لديك يا أويس أي معلومات عن تلك الأضرار؟ بالطبع يا أويس، فالتكنولوجيا بشكل عام كما لها العديد من الإيجابية، فهي لها أيضا الكثير من الأضرار، ومن أهم تلك الأضرار إشارة الكثير من المعلومات والأخبار الخاطئة، زيادة التنمر من خلال المرات الإلكترونية. نعم، حدوث خطر في النوع إذا وقد يصل إلى حد الغرق. شعور بعض الأفراد بالعزلة الاجتماعية وتقليل التواصل ما بين أفراد العائلة الواحدة. ضياع الكثير من الوقت دون استغلاله بصورة صحيحة. رائع جدا، هذا الكم من المعلومات، ولكننا لم نتعرف على تاريخ ظهور مواقع التواصل الاجتماعي. هل لديكم أي معلومات عن تاريخ ظهورها؟ يرجع السبب الرئيسي لظهور مواقع التواصل الاجتماعي إلى الثورة التي حدثت في تكنولوجيا الاتصالات، حيث ساعد الإنترنت المسؤول عن الربط بين أجهزة الكمبيوتر على مستوى العالم في التمهيد لظهور تلك المواقع. في عام 1990 كانت البداية في ظهور مواقع التواصل الاجتماعي، وقد كان أولها موقع 6 بيت، وقد كان يختلف كثيرا عن الشكل المعروف حاليا لمواقع التواصل الاجتماعي. ثم قبل ذلك ظهر موقع آخر معروف باسم فريشر، وقد حاز على شهرة كبيرة جدا خلال عام واحد فقط من ظهوره، وقد ساعد في التمهيد لذلك المواقع استخدامها
أداء حال المستخدمين من خلال مشاركة محتوى متنوع مثل مقاطع الفيديو والصور، وذلك بالإضافة إلى قدرتي على التواصل مع أشخاص آخرين من المستخدمين للموقع. في نفس العام ظهر أيضا موقع ماي سبيس، والذي اختلف عن المواقع الأخرى في إتاحته للمستخدمين إمكانية الأعمال للكثير من الألعاب المتنوعة من خلاله، وذلك بجانب القدرة على التواصل مع أشخاص آخرين مستخدمين للموقع. كما أتاح إمكانية إنشاء المجموعات وعدد كبير من المميزات الأخرى التي جعلت منه أهم موقع للتواصل الاجتماعي، وذلك بداية من عام ظهور 2005 من الميلاد، واستمر كذلك حتى عام 2008 من الميلاد، حيث أثر ظهور موقع الفيسبوك في التقليل من شعبته بصورة كبيرة. ينقصنا الآن التعرف على أهم الخصائص التي تتميز بها مواقع التواصل الاجتماعي. لقد طرحت سابقا حولها ولدي القليل من المعلومات عنها، ومن أهم تلك الخصائص القدرة على تسويق التفاعل ما بين جميع المستخدمين للموقع، حيث توفر تحقيق التفاعل بصورة كبيرة بين المستخدمين، وذلك عن طريق عدة وسائل مثل الألعاب الإلكترونية وغرف الدردشة والعديد من وسائل التفاعل الأخرى. تعتمد تلك المواقع على المستخدم بصورة رئيسية، حيث يتم وضع المحتوى على الموقع بشكل كامل بواسطة المستخدم فقط. تهتم بتعزيز العلاقات مع المستخدمين الآخرين والتطوير منها، حيث تساعد زيادة العلاقات الطيبة بين المستخدمين في الزيادة من مستوى نجاح مواقع التواصل الاجتماعي. رائع والاستعانة، ولكن أود أن أخبرك أن مواقع التواصل الاجتماعي تمتلك مجموعة من السمات. أهم تلك السمات دعني أوضحها لك. فمن أهم تلك السمات توفر إنشاء صفحات للملف الشخصي، حيث يتم من خلالها تعريف المستخدم لنفسه، وذلك من خلال تضمن ذلك الملف لبعض المعلومات الشخصية الخاصة بالمستخدم مثل سيرته الذاتية وصوره الشخصية والبريد الإلكتروني الخاص به في حالة وجوده، وتوزيع النشاطات التي يهتم بها المستخدم. توفر أيضا للمستخدم القدرة على إنشاء حساب شخصي خاص به، وذلك من خلال التسجيل في الموقع والدخول عليه. توفر أيضا خدمة الإشعارات، حيث يتم إرسال الإشعارات لبعض المستخدمين عن بعض المعلومات. كما توفر المستخدم إمكانية التحكم في أنواع الإشعارات التي يتم إرسالها لها. تضمن المواقع كذلك إمكانية وضع الإعجاب والتعليقات، وهي من أكثر الجهود الشاغرة للزيادة من التفاعل على تلك المواقع، وهو ما يسمح بمشاركة الكثير من الأفكار ما بين المستخدمين. حسناً، تعال في الختام نذكر أهم الأمثلة المتاحة من مواقع التواصل الاجتماعي، وبعد التفاصيل الخاصة بعدد مستخدميها. هناك العديد من مواقع التواصل الاجتماعي التي يتم استخدامها على مستوى العالم بأعداد كبيرة من المستخدمين، بأعداد كبيرة من المستخدمين، حيث يزداد عدد مستخدميها عن 5 مليار مستخدم حول العالم. ويكون توضيح لأهم أمثلة مواقع التواصل الاجتماعي وعدد مستخدميها موقع فيسبوك، والذي يتم استخدامه من قبل 2,701,000,000 شخص حول العالم. موقع واتساب، والذي يتم استخدامه من قبل 2,000,000,000 شخص حول العالم. موقع يوتيوب، والذي يتم استخدامه من قبل 2,000,000,000 شخص حول العالم. موقع ماسنجر، والذي يتم استخدامه من قبل 1,300,000,000 شخص حول العالم. جزاكم الله خيرا، زودتنا بمعلومات جديدة قيمة. ما شاء الله، فرصة صغيرة. سورة الكبير خير. مع السلامة.